أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. ونبدأ هذه الجولة بصحيفة الجمهورية ونطالع منها. بعد عمليات ترميم وتطوير واسعة منذ الجريمة الإرهابية البشعة في عام 2014، السيسي يفتتح أكبر متحف إسلامي في العالم. 100,000 قطعة من كنوز الحضارة العربية والعالمية من مصر والهند والأندلس. شيخ الأزهر لوفد ديني دنماركي. علاقات مسلمي ومسيحي مصر نموذج للتعايش. شروط توريد القمح أمام مجلس الوزراء منتصف فبراير. ومن جانبها كتبت صحيفة الأهرام: المتحف الإسلامي يستقبل زواره لمدة 9 أيام بالمجان اعتبارا من الغد. نواب يطالبون بتغيير الحكومة، وعبد العال يقول ربما تنسحب بهدوء. الأعضاء يقولون تحديد السياسات ووضع استراتيجية جديدة أهم من تغيير الأشخاص. في اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة، الاستعداد لإزالة التعديات على 10,000 فدان في 7 محافظات. ومن صحيفة الأخبار نطالع: 304 من أعضاء حركة حسم الإخوانية أمام النيابة العسكرية، والتحقيقات ارتكبوا 14 عملية إرهابية وتلقوا الدعم من مخابرات تركيا وقطر. 20 مليار دولار استثمارات بمحور القناة في عام واحد. التوقيع على عقد المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد منتصف فبراير. صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم وتعافي الجنيه قريبا. أما من صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: مصادر دبلوماسية، زيارة وزير الخارجية سامح شكري للبحرين تهدف لتأكيد وحدة الصف العربي. رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى القاهرة لبحث زيادة التعاون. الانتهاء من قانون التأمين الاجتماعي خلال 2 شهر. وصحيفة اليوم السابع كتبت في عناوينها: أبناء القبائل بسيناء يؤكدون دعمهم للجيش والشرطة في محاربة الإرهاب. وزير البيئة يقول تنسيق بين الحكومة والبرلمان لوضع خطة لإحياء السياحة العلاجية. وزارة الزراعة توفير 766,000 طن أسمدة والتزام المصانع بالتوريد بالسعر الجديد. أما الأرصاد فتقول تقصو اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والصغرى بالقاهرة 10 درجات. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية ونطالع في رأي صحيفة الأهرام مقالا تحت عنوان تآكل الطبقة المتوسطة. يقول فيه الكاتب: أطلقت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس صيحة تحذير إلى العالم والحكومات خلال مشاركتها في منتدى ديفيس الاقتصادي بأن الطبقة المتوسطة في العديد من دول العالم تتآكل وتضعف، وينضم المنتسبون إليها إلى طبقة الفقراء. هناك ظلم وعدم مساواة وسوء في توزيع الثروات، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، ومن ثم حقدا على الأغنياء. والأخطر من ذلك أن مثل هذا الوضع يقود حتما إلى ثورات الجياع وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويتعين على الحكومات الرشيدة أن تلتزم بالعدل في توزيع الثروات وأن تعمل جاهدة على تحقيق المساواة بين أفراد الوطن الواحد. وإلى عناوين الصحف العربية، والبداية بصحيفة الشرق الأوسط التي كتبت: حزب الله وموسكو يستنفران لمنع سقوط دير الزور، وأحرار الشام خارج أستانا. إسرائيل تعاقب قرية أم الحيران في النقب المحتل بهدم 15 منزلا، قتيلان وجرحى وإصابة نائب عربي في الكنيسة. الجيش الوطني الليبي يتأهل لتحرير آخر معاقل الإرهاب في بنغازي. ومن أبرز عناوين صحيفة الحياة اللندنية: تحرير شرق الموصل والجيش العراقي يستعيد جامع الخليفة ومنطقة الآثار. المعارك تقترب من خزان مياه دمشق، وغارات روسية تركية قرب مدينة الباب. الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من تدمير فرص السلام. ومن صحيفة السياسة الكويتية نطالع: سكان دير الزور يخشون الإعدامات الجماعية الوحشية، والمتطرفون يشعلون الحرائق للتشويش على الطائرات. وقوات الشرعية اليمنية تواصل التقدم في نهم لبنان. قانون الانتخابات الحاضر الغائب في الجلسة التشريعية، والحريري يستعد لجولة خليجية لتعزيز العلاقات. أما صحيفة الوسط البحرينية فكتبت في عناوينها:
التشريع يعيد الحياة إلى البرلمان اللبناني. الفلوجة، منازل مدمرة وأهالي مشردة، والسلطات العراقية تواجه تحديات إعمار. القوات اليمنية على مشارف صنعاء، وهادي لم يوافق على الإطار الأساسي للمفاوضات. ومن جانبها كتبت صحيفة الراية: محمود عباس يقول 2017 الفرصة الأخيرة لحل الدولتين، الحوثيون يواصلون التصعيد ويحرمون 2.5 مليون طفل يمني من التعليم. وفد المعارضة السورية إلى أستانا، والتحالف الدولي يدعم عمليات تركية شمال سوريا. صحيفة الخليج الإماراتية ألقت الضوء في افتتاحيتها على الأزمة السورية مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر أستانا، وأكدت أن المحادثات هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقتها في جنيف من حيث المشاركين وجدول الأعمال، وأضافت: يبدو أن هناك جدية معقولة هذه المرة في أن تكون محادثات أستانا مختلفة، باعتبار أن 14 فصيلا مسلحا سوف يمثلون في المحادثات، وأن الوفد الحكومي السوري سوف يضم 15 شخصا من السياسيين والعسكريين، كما أنه لدى الوفود تعليمات بالإيجابية في التعاطي مع القضايا الخلافية المطروحة. فالآمال معقودة على أستانا في التوصل إلى حل سياسي ووقف المقتلة التي راح ضحيتها مئات الآلاف، ومحاولة إعادة بناء الدولة السورية. ونتحول إلى الصحف العالمية، ونقرأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: في آخر مؤتمراته الصحفية قبيل مغادرته البيت الأبيض، أوباما يحذر من تقلبات الشرق الأوسط ومن التوترات مع روسيا. استطلاع للرأي يكشف عن أن 48% من الأمريكيين يرون أن ترامب تعامل بشكل سلبي في هذه الفترة الانتقالية إلى البيت الأبيض، في حين يرى 38% فقط أنه أحسن التصرف خلال تلك الفترة. وإلى صحيفة غارديان البريطانية ونطالع منها: الرئيس الصيني شي جين بينغ يؤكد على عدم السماح لاتفاق المناخ بباريس بالفشل، ويقول: ليس لدينا سوى وطن واحد، في تحذير مشفر لدونالد ترامب. سياسة الاتحاد الأوروبي يحذرون تيريزا ماي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون محفوفا بالمخاطر. ومن الصحف الإسرائيلية نقرأ من صحيفة جيروزاليم بوست: فرنسا تدعم أهداف هدنة أستانا السورية وتصر على وجود تمثيل للمعارضة ذات المصداقية خلال المحادثات. مبعوثة ترامب للأمم المتحدة تتعهد بتغير كبير في سياسات الولايات المتحدة بالمنظمة الدولية، وتشكك في انحيازها ضد إسرائيل وعدم قدرتها على مواجهة الأزمات الأكثر إلحاحا في العالم. قراءتنا نتابعها من صحيفة إندبندنت البريطانية، والتي كتبت: ألمانيا تعيد النظر في استمرار وجود مئات المهاجرين الذين يمثلون خطراً على أمنها القومي. روسيا وتركيا تنفذان أولى الضربات الجوية المشتركة قرب حلب، في خطوة تشير إلى العلاقات المتنامية بين موسكو وأنقرة. أما صحيفة لوموند الفرنسية بدورها فرصدت: الرئيس الجامبي المنتهي ولايته يرفض التنازل عن السلطة لأدامو بارو الفائز في الانتخابات التي جرت أوائل ديسمبر الماضي. في ديفوس، شي جين بينغ هو الربان العظيم للتجارة الحرة في العالم. الأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار كانت محور مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وتحت عنوان: حرب سوريا تخلق العديد من المشاكل لتركيا، قالت الصحيفة: الاعتداءات التي نفذت خلال الثلاثة أسابيع الماضية تشير إلى اقتراب تركيا بصورة خطيرة من الحرب الدائرة في سوريا التي تتقاسم معها حدوداً بطول 500 ميل. فالاضطراب في سوريا عمق من المشاكل السياسية والاجتماعية التركية، وجلب العنف إلى مدنها وعزلها عن حلفائها التقليديين، لا سيما مع كثافة مشاركة القوات التركية في معارك ضد داعش في سوريا. ولا يخفى على أحد أن علاقات أنقرة بعدد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة قد توترت بشكل ملحوظ، ما دفع تركيا لتخفيف حدة تصريحاتها وبدء الشراكة مع روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في محاولة لكسر عزلتها. وآخر ما في هذه الجولة الصحفية وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم.
وهكذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الجولة في صحف اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.